الحمد لله وكفى والصلاة على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، إلى أن سبحانه وتعالى فضل الإنسان أي الله كل منهم نرى قاضيا علي أنك إلى أن سبحانه وتعالى يوم لا حي يكون إلا هي يوم يوم آدم وطلع ودهدية ما لنتج معها أنك تجري إلى هذه المحيط وكفر الله لي وحق الرساء وجري بطرحة وأمر إلى سبحانه وتعالى ومن أخري وأيضاهي أيضا الله صنع وطاعة والحمد لله رب العالمين. إذا سؤال جيتي إذا كبغى إلى إله سبحانه وتعالى وحلف الوقت اليوم وحقوه ونعيش وغشل الله وغشل الله هو طريق الله ايه وكل كارك وقف مؤمن تعالي قال لها شهي الله محكي الله يعني تعالي رب سبحانه وتعالى استراقه العالمية استراقه وحال مغولة سنة رشاة مثل حلاء الدنيا اللي يطلق الله ما لدي يا أهل بوه الصدارة وكارب يلا بيا قبرنا قوضة المحيان الجمع وقالت له بصور صدارة أهل مغولة يصور مرتي إلى هاي سريعة أو كعسو جنو يكيس هذه أطاق مغولة وحن نقول يا ولي قال أما الشيخ خاب أما سلطانك أما عاقلك أما مدحوينا هاو وحن غريا الشيطان وهو كل شيء وح الله له في إله يكفيني وكا سمح البيض كل ورانسا عرعاق يلي بانتو لا يا ما إن أبو الله تسلم هاي حوالا إنت إلى هاي وكسيو وكل راح يسطو أبدا هاي قريبا لكن هاي هاي قال لي لوموا أنفسكم ولا تلوموني بإلهي سبحانه وتعالى وارضوا نفسي نعادكم عمالتا أروا الذين يردوا إلى عمد وطاها الصباحية أبوه بعصة الدين لله سيدا الأسفل أي إلهي محبو من أمر إن أي كريا وما خلق الجنة والإنسة إلا اليوم وحبو إلهي سبحانه وتعالى نبي الله آدم يا حواء مركوك سوى صارت شنة ذا ايه ابن في مادين ورمكو يريدك هركا كينا راعة هرون كيك وذي يقولون من مايو لباطل الله مايو ما لنتا سيئا قف راعة وحا أهدي لك وحا أكسر دينة الإسلام يقول لك ما حمان مايو أو الولي مايو إفيا أخركم لومي مايو دليل وانا سيفا لومي مايو ديباتورنا مايو لكن هم كم بيو عكس لي بعد الطالب والله يا والله لي بعد طالب سيدا أنا أسجد أي إله هو من وضع وصل لي شر الرسول كتابكم سيدا هو إفتمين اليوم سيدا أنا أقول لها هاي سببت الإلهي سبحانه وتعالى هو أموري
مركز صفر الوربة من هات هي شرع الكونية إلى أي سبحانه وتعالى أو سوي تجي لما أنتون الله حاوق الشيء لما أنتون إلى يهب إنت إلى هو الدين الإسلام من البناء آدم إلى يومنا هذا أعرف سيد الكفر للهايين سيد أبو صحصن حكمة الرب سبحانه وتعالى هو أبو ري يا عين إلهي كريعة شيخنا الشافعي إلهي قالنا أبوه وحقوا يلي قفك مسلك عحي وقفك فحبه كتاب قرآن في سبحان الله معناها أحد نفسه يسوى أرسى معاني لي قولك إلهي سبحانه وتعالى إلهي باحي مطلق لي كو إلهي مطلق صيام وحب إلهي سي خير فرقضان منع حسوس طاعتها أوك مطلق بحر إلا أنه هو قلب قول إلهي سبحانه وكل شيء رحمة ديسا يكرق على نسيه وكيسا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أولي الألباب مركو آيات سورة مع آيات معنين يا شيخنا شافعي وحيري حكمة معنيه وحوية قفك إلى هكوسيا وكفى ما أقونته إلى أي شيء كتاب القرآن كائن سبحانه مرفق ضرب القف الفهم كتاب إلى أي سبحانه آية القرآن والفضل أما آية القرآن والفضل وحكم الآه قول كتاب أفحكم الجاهلية يقول ووحد الدنيا إن أيسكو حكمان حكم أنا هاي كيرا سبحانه وتعالى ونسور بي ومن أحسن من الله حكما ألا يكفكم ونفسد إلى أي سبحانه وتعالى ودرنا ذلك إلى هاي السياح حكمتا إن أيضا قرآن كان فهمي إن أرأي إلى هاي وحنو أموري إلى أن عابدنا وأن كعابدنا طريق الكفر كأي ونكسن إيه ربي نور وسوات الشيء كتاب القرآن وكما هو أصلا وكو إلهي لقوم يؤمنون وحوي يعني أي قطع الحكمة يقول لا قطع يرفع قطع هو إلهي سبحانه وتعالى كم من عيسي إلى يقي صلاة كتاب القرآن كيسو الله للوحقه ولأجل ذلك أي مجتمع مثل السابة هل كبكتش وقوم أي مسؤولية دينية من ملحويني إلا كشارع حالية من ورما وقف مسلم آه وأي واجب تهيل كتاب كيس فهمه وأي واجب تهيل كل رغمه وأي واجب تهيل كل فكرنا هذه أي تاسي تماطو وإسخر صداك ومطر سريك وموسيا وحب إحضار إيمانيا حبل الله سبحانه وتعالى حبيبي يا إبراهيم لما لا نوح الفهم يا مجتمعه يقفكم قولك إلهي واعتصموا بحبل الله جميعا نول ما هو كايسن رخيصا هل كوبها الرسالة يا هل كوبها بيسيا مركب مض ولا قبضة وحنا ولا يصمد هذه مرصد حاضر أوكي أولاي وتعاون على الرسول تقوى ولا تعاون على الإثم مجتمع إلهي دون يجينا لنغنوك إيش قوة الإنسان؟ إيش سريمية؟ إيش سوء لوليه؟
الدحدوضة أي تهي إلى الكورة الروبان عبادة الإله حكمتها بسبحانه وتعالى هو الشاقي إفرها بدنا خيخ بدنا من كجرته وهدي عيكوغا شكوكوه قامنية وحاولنا غنية فكر كيسة يا هذا الكيسة يا مقر كيسة يا أرى كيسة يا تلديسة سوجات كيسة يا هردة ديسة ما انت هو وحي نغريان قال كفر يا اوكي يا سبحانه وتعالى يا رسول كيسة سبق ضراء الى يحرس يمين اسكي وكفهم يي كتاب كي قرآن كاها حكم كاها مركز سلطة بقية حكي يا بكا العجز ما حكاي مريا عدالتي ما حكاي مريا كالقحرش ما حكاي مريا إن عيسى تقول لي النقضة ما حكاي مريا إن كنت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى هاي كيري وحا أفهم يا قولك إلى هاي وكيري النبي عيسى القرآن كان مطالب ولو كنت فضا غليظ الغلب لانفضوا من حولك هذا المسكين هاي والشيخ يا هاي وكم يسهلوا به لكن وحقوك ان الهي سبحانه وتعالى بعمليس يا دقوا الهي سبحانه وتعالى وكو دبعيي وكو فضليي ان كون حر يك عمل يك مناكسر انتوا اكو سهلوا بنا القران أيضا القرآن كا أيو فهم يا مركز الطبقة يا يسوع أفهسن إنه إلى هيري وحايد كذي كان مدي أي إسلام كاي نبيين عليه الصلاة والسلام كل يسوع العكس وحا عمر والطبقة يا أو يسكت يا إنه نبي يسوع عليه الصلاة والسلام كل شيء أرسلونا ما يودعنا وكتاب القرآن كاسيمة الكفران حق أخلاقه ونغضر كل نبي سبحانه وتعالى يا جوينك على خلق عظيم وحاول نغضر يا مركا إنسان بلعاد بقائدة وإلى هاي شغل يا هاي مركا سأل يا هاي القلب وأمد كل يا شعي مركا سأل مركا سأل لماذا؟ معايا يا ري الله الله سبحانه وتعالى إلهي بويا واضح رسول الرسول جسيمويا فحكم مكاسوك حكمي بما انزل الله سبحانه وتعالى على الناس وحيل هذه الكسوه تجي مكاسوك ساحري استوى لمدي سيدور اي فرح سيدي دلت يسرى وهاشيه مكاسوك وطنك يكون راضي في امان الله سبحانه وتعالى لقب الى ري سنه إلا إيه تقول سيسير الله قفك شارع لك حاليا مركي دماتهم أي وتقول صاران آية القرآن أفحكم الجاهلية تقول والموحى الدنيا والكطور بضيا حكم كإلهي كي جاهلية كي براقة كي عماقة وعلى هذا الأساس أيتها القفك صدوع المؤمنة وكتاب في شفهان سني إن عين مات كجر حكم الجاهلية هدي عين كجر مؤهل الحاكم شوي حي يكون قطمة قد يالد والنبي يري اتركوها كتغى فإنها نتنا هو المحبوطة كتغى وآل النقطين وصوش إن حكمتة يفكر كأن حكمة حكم كان هو قد يالد قال لي نركسة وقال كنت على رئيسة قف خبيالة وقال كنا عيسة قف خبيالة وقال كنت عيسة قف خبيالة وقال كنت من عيسة خبيالة وعليها أيضا من الضحق أيهما إن أول نوك لي إلى هاي لباس الجرع والخوف هم يقاتضا يبقى شمع يؤتي الحكمة إلى أي سبحانه وتعالى أوصي أقوته
يك رشلا عدوا مطار عدوا مصور خير بدك مسيح مو إنه بسود الشريعة سبحانه وتعالى إثبات بركة عام وهذا إنه بسود الشيء إنه كذا قنوم أو إنه سكون حكمه يا إلهي إنه بسود الشيء وروح لينه وديتين فالحمام ترى ودي الآتينا أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أرنا حق ورسول اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسولنا اجتنابه اللهم أجعلنا لأولئك الذاكرين ولنعمة الشاكرين يا رب العالمين اللهم أنقذنا اللهم أنقذنا اللهم أنقذنا اللهم أنزلنا من السماء مطرا مدرارا اللهم أنزلنا من السماء مطرا مدرارا اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم كف أوضاعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انظر الصيام ورشد الله وركوعنا وقعودنا وقيامنا وطاعتنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار